بعد 11 عاماً من الانتظار تقترب قضية اغتيال المحامي والمعارض السياسي شكري بالعيد بالرصاص أمام منزله في العاصمة التونسية من حلها. مصادر أكدت أن عدداً من المتهمين تم جلبهم إلى قاعة المحكمة الابتدائية بتونس فيما امتنع آخرون عن الحضور. طيلة العشر سنوات اللي فاتت تاع الاغتيال نعرف لو كان ثم إرادة سياسية لتغطية وتعويم وطمس الحقائق، لأنه فعلاً لأن المتورطين في الاغتيال هم بينهم في السلطة، وهنا نقصد الغنوشي ومجموعته. ذات المصادر كشفت أن هيئة الدفاع عن المتهمين طلبت تأخير الجلسة لإعداد وسائل الدفاع، بينما رفض محامو بالعيد ذلك وشددوا على ضرورة انطلاق عملية الاستنطاق لرمزية التاريخ حيث يتزامن مع ذكرى الاغتيال. فقررت هيئة المحكمة مواصلة الجلسة. لحظة الاغتيال قلنا أنه راه كشف الحقيقة في اغتيال الشهيد شكري بالعيد ومحاسبة القتلى والكشف عن من خطط وموله، هذاك مدخل إنقاذ تونس، مش فقط كشف حقيقة اغتيال شكري بالعيد. وتزامناً مع المحاكمة وقف العشرات أمام مقر المحكمة مطالبين بكشف حقيقة الاغتيال ومحاسبة الضالعين فيه، رافعين شعارات مناهضة لحركة النهضة الإخوانية التي تم تحويل ملف جهازه السري لينظر أمام القضاء المتخصص في قضايا الإرهاب، حيث كان فريق الدفاع عن شكري بالعيد قد كشف عن وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سري أمني موازن للدولة متورط في اغتيال المعارضين وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب. أنس نماسي، العربية.